السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن الكوزا نويد. تمام، نعرف كده الكوزا نويد على السريع دورها ايه، دورها في الاميونيتي ايه. في عندنا بروستاجلاندين اي 2 ده بيعمل سبريشن، تمام، فبيزود حاجة اسمها مايلويد درايفد سبريسيف تي سيلز، بيقلل حاجة اسمها الدندريتك او الانتيجين بريزنتك سيلز، بيقلل الناتشر كارا سيلز. تمام، عندنا دوره في الثرومبوزس كلوتينج اللي هو البروستاجلاندين اي 2 ده بيبقى موجود في الاندوثيليوم، بيقلل البليتليت اجريجيشن، بيعمل فازو دايلاتيشن. عندنا بروستاجلاندين اي 2 موجود في البليتلتس، بيقلل البليتلت اجريجيشن برضه، بيعمل فازو دايليتيشن نفس الوظيفه. عندنا السومبوكسان اي 2 موجود في البليتلتس، بيزود الكالسيوم، بالتالي بيزود البليتلت اجريجيشن، وبالتالي بيحصل فازو كونستريكشن. تمام، طبعا لازم يكون عندنا بالانس ما بين البروستاجلاندين اي 2 والسومبوكسان اي 2. في الكيدني عندنا الاثنين بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2، بيحصل فازو دايليتيشن فيزود الرينال بلاد فلو، فيزود الجلومرال فلتريشن ريت، وبيزود الفينين، ويزود الصوديوم اكسكريشن، ويقلل الكلورايد ري ابزوربشن اللي هي عمليه الفينين ميكانيزم ضعفينه. بيحصل برضه استيميوليشن باي الانجيوتنسين 2 والسيمباثيتك اكتيفيتي. تمام، بيحصل استيميوليشن ليه بالانجيوتنسين 2 والسيمباثيتك اكتيفيتي برضو. طبعا ده بيضاد الفازو كونستريكشن بتاع النور ايبينفرين، تمام، فيقلل البلاد بريشر. عندنا برضو جي اي تي بيبقى فيها بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2، فبيزود الميوكاس سيكنينج، وبيزود التيرن اوفر ريت، وبيزود البلاد فلو والبايكربونيت، ويقلل الاتش سي ال. اما البروستاجلاندين اف 2 الفا بيعمل كونتراكشن، فبيحصل دايريا وسبازم. تمام، ومنتين بيستنزف الحركة دي. اليوترس بيعمل كونتراكشن فبيزود الاكسيتوسين سنسيتيفيتي، وبيعمل سوفتنج السيرفكس فيسهل السبيرم موفمنت. ريسبيراتوري تراكت البروستاجلاندين اي 2 بيبقى بوتنت برونكو دايليتور، اما البروستاجلاندين اف 2 بيبقى بوتنت برونكو كونستريكتور. بالنسبة في حكاية انفلاميشن، البروستاجلاندين اي 2 ودي 2 بيعمل فيفر وإريزيما والويل والحاجات دي كلها، وبيزود الكابيلا بيرميابيليتي. اما في حكاية التمبريتشر، البروستاجلاندين اي 2 هو المتحكم، فبيزود الفيفر، بيزود الهايبوثالامس تمبريتشر، وبيقلل المايكرو اورجانيزم جوس نتيجة التمبريتشر. تمام، بيزود الريبير. طبعا كلنا عارفين طبعا حكاية ان الفوسفوبايليبيدز اللي موجوده في قلب السيل ميمبرين بتاع الخليه بيشتغل عليها الفوسفولايبيز اي 2، فيديني اركيدونيك اسيد او ارشيدونيك اسيد ايا كان النطق، فبيشتغل عليه طبعا يا كوكس 1 يا كوكس 2. كوكس 1 ده كويس، تمام، وكوكس 2 ده باد طبعا. تمام، مش هتبقى واضحه هنا، وبالتالي انا بشتغل الميكانيزم بتاع المسكنات عن طريق الحته دي. طب الميتابوليزم بتاع البروستاجلاندين ما يهمنيش قد كده. المهم الناسيدز طبعا انتي بايوتيك وانالجيزيك وانتي انفلاماتوري، تمام، اللي هي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. تمام، عندنا نون سيلكتيف كوكس انهبيتورز، تمام، زي معظم المسكنات. اما ال طبعا النون سيلكتيف ديت انها نتيجه انها بتعمل انهبيشن لكوكس 1 اللي هو كويس، فطبعا ما تبقاش مفيده على المعده، تمام، ولا مفيدة على الكدني، ولا مفيدة بالنسبة للأطفال. تمام، ولا الكبار حتى، بس خاصة في الأطفال عشان حكاية الري سندروم والحاجات ديت اللي بتحصل نتيجة فايرال انفكشن. السيلكتيف كوكسي 2 زي السيليكوكسيب وملوكسي كام دي بتكون مفيدة، يعني مش ضارة على المعدة ولا ضارة على الايه على الكدني، بس مشكلتها ان هي بتزود ساعات الايه الثرومبوزز. تمام، كوكس سي طبعا ده المشهور جدا، الماده بتاعته باراسيتامول، وللاسف هو ويك انتي انفلاماتوري، تمام، لكنه انالجيستيك وانتي بايوتيك كويس، بيشتغل على كوكس سي، وبنعتبره مش من ضمن المسكنات، ان هو شغال سنترالي على المخ، ملوش اي اكشن بريفرالي، وممكن ندي
احنا ممكن ندي لحد 4 جرام بنادول او 4 سيتامول يوميا، بس يعني خلينا في السيفتي اكتر. يبقى مثلا لو الحالة شديدة جدا ممكن نقوله مثلا قرصين 500 ملي جرام كل 8 ساعات، يعني معدل 3 جرام يوميا. تمام، شكرا. طبعا ده ملخص سريع كده واللي خدناه في الكلية، وادي برضو رابط الخريطة في مصر.